مساء النور للجميع، ان شاء الله تكونوا بالف خير والف صحه جيده. مواليد برج الجدي، سبتمبر او الشهر التاسع 2022، شو مخبي لكم هيدا الشهر على جميع الاصعده. بدايه ايها الجدي، بعض القرارات اخذت لك او انت بدك تاخذها، واقف بموقف حازم، عم تطلع على وصول الحق الى بابك، الى بيتك، الى حياتك، الى عملك، الى بشكل عام حياتك العملية. أكثر شيء بانتظار أن يصلك حق، يمكن اتخذ منك شيء، سرق منك شيء، هدر لك حق، فأنت عم تحاول تحصل عليه. جايز اللي معك بالعمل عم يخدعوك، مش عم يعطوك الصورة الواضحة، جايز هناك بعض الخديعة من وراء ظهرك، عم بتحاول تحصل على الصورة الكاملة، لكن من الصعب أحياناً انك تحصل عليها. عم تنطر الموازنة، عم تنطر وقفة الحق، وخصوصا من الناحية العملية والناحية المالية. بعض الاشخاص يلي كيف بدي اقولك، احيانا بيعطوك المعلومات او المساعدات المغلوطة الغير واضحة، اوكي، رح تشوفهم أكثر من مرة سيعودوا إلى حياتك، إما المهنية أو العملية أو العاطفية، ويحاولوا يصلحوا من الأغلاط بحكم موازنة، يعني يعطوك نوع من العدالة أو يعني يعطوك طريقين مختلفين. مثلا إذا ما عجبتك هالشغلة خد هالطريق، أو إذا ما بدك هيدا المنصب في منصب تاني، أو فيك تنقل إلى مكان آخر، مثل كأنه بدهم يصلحوا، لكن ما فيك تثق فيهم. صعب انك تثق فيهم، شغل احاسيسك او احساسك، شغل الظروف المحيطة فيك. اما على سعيد العاطفة والحب والزواج بشكل عام، فعم نشوفك هيدا الشهر عندك بعض العروض، او ربما عندك مصالحة اذا كان انفصلتوا او طلقتوا او بعدتوا او تركتوا الحبيب. ممكن شهر التاسع يكون في مصالحة، ممكن يكون في عودة، ممكن يكون في حديث بإشعال هذه اللهبة العاطفية. إحساسكم هيدا الشهر أنه أنتم بحاجة إلى الحب، بحاجة لوجود شريك، بحاجة إلى بداية جديدة، وحتى الحب اللي موجود معكم أو العلاقات اللي أنتم فيها رح نشوف فيها نوع من الجدية، نوع من القوة، نوع من تحديد ترسيم العلاقة. إذا كنتوا خاطبين رح تحكوا بالزواج، إذا أول مرة لسان الحبيب مربوط رح يفك، إذا لسانكم مربوط رح ينفك. هناك تغييرات قادمة لإلكم، كاش موني، مال، شراكة مع شخصيات عندها مصاري، عندها أموال، رح تفيدكم. أشخاص اللي عم يشتغلوا بالسياسة، بالمناصب، بالطب، بالمحاماة، بأمور كتيرة، بمراكز تساعد الناس، رح نشوف عندهم وصول، رح نشوف عندهم علو في أعمالهم. أيضا الأشخاص اللي بارتباط مع الجوزاء أو ساعدهم جوزاء أو عندهم بعض المواقع بالجوزاء بخريطتهم، رح نشوف في عندهم الكثير من النجاح بعلاقاتهم. الجدي يلي صاعده ثور أو عنده الثور أو عنده أصدقاء من برج الثور، رح نشوف معهم في نوع من التخطيط، إما إلى سفر، إما إلى عمل، إما إلى نجاح، إما إلى شراكة. هناك الكثير والكثير والكثير من الأشياء المالية هيدا الشهر للجدي بشكل قوي جدا، وخصوصا في الكاش، في الاستلام، في المصاري، في الرزق، في العلاقات، في الحب. الشيء الوحيد اللي عم شوفه هو دفع نفقات او دفع ديون سداد، اما البعض منكم فعم بفكر بالرحيل او بالانتقال لاشخاص اللي غير سعداء، اما بعملهم او بحياتهم او بمنطقة سكنهم. هدول اشخاص عم شوف عندهم فكر بالانتقال او بالتغيير او بالابتعاد. بعض منكم رح يدخل، عم بيفكر يدخل جامعات طب، جامعات تمريض، جامعات في مجال العلوم الطبية، فيزياء، بحوث، هدول كلهم عم شوفهم عم ينجحوا بالدراسة، عم ينجحوا بالتقدم، مركزين على درسهم. بشكل عام الآن صحة الشريك، أشخاص اللي لهم علاقات مع أبراج أو بيعرفوا صداقات أو من عائلتهم الأبراج المائية، الأبراج الهوائية، النارية، عم شوف في عن لازم ينتبهوا على صحتهم.
اهتمام بالصحة إذا كان شريكك أو شريكك من هذه الأبراج، انتبهوا على صحتهم لأنه ممكن يتعرضوا إلى وعكات صحية أو بعض المشاكل. بعض منكم اللي كان على علاقة مع أبراج مائية يمكن يطلعوا من حياته، يدخل إلى حياته بعض الأبراج الهوائية النارية أيضا، وممكن حدا من برج الحوت يدخل. أما اللي طلعوا وكانوا أبراج مائية جايز يكونوا حيتان آخرين، أو جايز يروح ويرجع، أو ممكن يكونوا كانسر سرطان، أو ربما يكونوا عقارب. بكل الأحوال جدي شهر جيد للعلاقات الإنسانية، للتعارف، لتوطيد الصداقات، لبناء مشاريع، لبدايات جديدة، لنجاح. منشوف أيضا عندكم العلاقات النسائية قوية هذا الشهر، الحمل وترسيم العلاقات. نجمكم عالي هذا الشهر، هناك نجاح. أرقامكم 12 17 3 9 5، ألوانكم الأحمر الأصفر الأخضر الذهبي البرتقالي للجذب، والأصفر بكل مشتقاته للقوة. بتمنى لكم كل التوفيق. باي.